الشاب السعودي إذا قرر إنه يتسلى في قدامه كثير خيارات. يجي هون على الحلبة بسيارته، طب بشحط وبروح. أو إذا ما معه هاي السيارة بيعطوهم سيارة زي ما أنا عم بعمل اليوم، وبنزل بشحط فيها ساعة ساعتين قد ما بدي، بأمنوك بكوشوك وحتى في بنزين السيارة. الدريفت هو موضوع كتير مهم ومش كتير قديم زي كتير رياضات زي الفورمولا 1 مثلا. هو اشي موجود من السبعينات باليابان، طلعوا فيه وكلنا بنعرف انه اليابان هم اول بلد بلشوا في موضوع الدريفت. اول ايفنت دريفت انعمل كان اسمه دي 1. هذا الايفنت كان في الثمانينات تقريبا، كانت اول مرة عم بجمعوا سيارات وعم بشحطوا فيهم في مكان. هالقد كان موضوع جديد، ولكن الناس بلشت تحس انه لما كنت انا تفلت مني السياره يمكن لا سمح الله اضربها، طلع الموضوع فيه متعه وانا مش فاهم. هذا الحكي بالزمانات كان موجود في السعودية، تحديداً موضوع نعرف إحنا باسمه الهجولة. كنت تلاقي الشخص بيمسك السيارة وبيسكر عداد أو بمشيله 180-160 وبزيت الستيرينج مرة واحدة، ونبلش نشوف السيارة يمين شمال، وشفنا كتير حوادث ومشاكل صارت بسبب هذا الموضوع. السعودية حاولوا إنهم يجهزوا بلدهم قد ما بيقدروا لحتى يقللوا من هذا الشيء. طب كيف بدهم يقللوا من هذا الشيء؟ وين بدهم يروحوا بهاي الطاقة؟ قرروا انهم يعملوا حلبات اكثر لحتى الناس تقدر تشحط فيها. القوانين يا جماعة اليوم عم تردع الناس تحديدا في السعودية من موضوع الدريفت او حتى السواقة في طريقة شوي متهورة. الكاميرات موجودة في كل كده صرنا متخلفين كل مكان، يعني إذا بتمسك تليفونك تشوف الساعة أكلتها، إذا بتمسك ترد على أكلتها، الأوكي أكلتها، مستحيل. حتى إذا بيمسكوا واحد عم بشحط بالسيارة مخالفة وحجز ويمكن توصل لحبس، وكثير صار الموضوع كبير. ولكن في النهاية حطوا بديل، بس عشان تكونوا عارفين إنك تعمل إكسبيرينس إنك تاخد سيارة وتشحط فيها بالحلبة بتكلف بين 1000-1500 ريال سعودي. طبعاً بيعطوك الكوشوك وبيعطوك بنزين للسيارة، فردتين كوشوك، إذا فقعوا صف. فكرة يا جماعة كنت كتير متحمس اني لما اجي على السعودية اصور اشي عن التعديل. هاي السيارة هي المحرك تبعها تقريبا ستوك، عدلوا عليه اشياء بسيطة وعدلوا على السيارة ان جنرال، من اكزوست، من مانوفولت، من عم نحكي عن السسبنشنز، البريكس، حطوا عليها هند ترومبا، غيروا الانتيريور، خففوا من وزنها، عملوا هاي التعديلات عليها. ولكن معلومة انا جدا فخور فيها، كمية سيارات كتير كبيرة في السعودية بتنبعت للاردن بتتعدل وبترجع مرة تانية على السعودية. وأنا باسل مفرج وهذا كاريولوجي.